يا زيبا هاي صرنا مدة قاعدين هون ولا اتحرك ولا اجى حدا لعنده. خلصنا خلينا نمشي. وعدتك يا عكاش، مو زيبا اللي بيخلف بوعده. تركت كل شيء وراي واجيت لعندك. انا متاكد انك انت رح تجي، متاكد. كريم، احنا اليوم لازم نكتب كتابنا وباسرع وقت. اليوم على سنة الله ورسوله. اكيد اكيد. خلينا نمشي من هون بسرعه بلا ما حدا من اهلي يلحقني. يلا مشي. واقف عندك. انتي شو مطلعك برات الحارة واليوم كتب كتابك؟ أنا طالعة مع كريم والليلة رح يكتب كتابه علي على سنة الله ورسوله. فشر بنص عينه على جستي. انت شو بدك هلأ منا؟ شو بدك؟ لا تكون مفكرني نسيت انه انت اللي قتلت أخي، حرقت قلبي عليه. لك ما بكون الزيبة إذا ما بطلع بروحك يا واطي. مو الزيبة اللي بياخد غريمه غدر، اصحابه خده مني على الصاحي. عمل لك اصحاب. زيبة مشان الله لا. هذا روحك يا واطي. لا الله يا زيبة لا تقتله. تطلعي منه خاتون، طلعي منه. داخلي على الله وعليك لا تقتله. إذا بدك تقتله قتلني قبله. شاهد على روحك ولا بتبح حالي اذا بتقتله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت لازم ترجعي على بيتك. ما فيني ارجع على بيتي. اذا برجع على بيتي ابي بيذبحني. انا حذرتك من قبل بس الظاهر ما سمعتي. انت ما بتعرف شيء يا زيبا. انت بتعرف انه انا هم ما كان قصدي يقتل خيك. لو ما خيك كان ما معه حق. انت بتعرف هالشي. مو مهم. تعالي معك رح اخده رح اخده، بس لانه بنت حارتي وشعره من شواربي الابدا انه ما حدا يجيبه معدله بكلمه هالقد. هذا عشبي فيك يا زيبا. امشوا قدامي لشوف. خليل خليك محايدنا. امشوا. حدا بيعرف مطرح البيت غيركم؟ لا، هذا البيت كريته حتى اتجوز فيه. خليل اللي بتروح بتجيب الشيخ على اجرك بسرعه. اعتبره صار. افتح الباب لشوف. فوتي على الاوضه خاتون. زيبا انت اكيد ما رح تعمل شيء. لا تخافي، انا اعطيت كلمه. مو الزيبا اللي بيرجع بكلامه. خلص خاتون، فوتي فوتي ما تخاف. انت شو بدك من ورا هالشي اللي عم تعمله؟ بدي ريح ضميري ويتجوز خاتون بالحلال. ما فهمت عليك. شوف، انا تركت شغلي مع الفرنساوية. انا لبناني قبل ما اكون فرنساوي،
بدي اشتغل لصالح اهل هالبلد اتكفر على اللي عملته. واذا قلت لك انت واحد كذاب؟ بكره الايام بتثبت لك العكس. صدقني يا زينب، صدقني وحط ايدك بايدي، نفتح صفحه جديده سوا. يا اهلا بالشيخ، تفضل تفضل. يلا يلا. السلام يلا. عليكم. وعليكم السلام. خاتون. نعم. الشيخ صار هون وهالليله لازم يكون معك محرم. شلون لكان؟ ما انا طلعت من بيتي على هذا الاساس. خاتون، انا ما بدي غير مصلحتك، فعدلي عن هالقصه كلياتها من اساسها. اعدل عن القصه؟ انت شو عم تحكي؟ انا هربت من بيت اهلي، هلا اذا برجع اهلي بتبحوني. انا مستعد اكتب كتابي عليكي وعلى سنه الله ورسوله، ولك علي ترجعي على العماره معززه مكرمه وكأن شيئا لم يكن. شو قلتي خاتون؟ لا، انا بدي كريمه، وما حدا بيبعدني عنه الا الموت. كريم ماله تمام وعم يتحايل عليكي، وهالحكي خديه مني. لا مو صحيح هذا الحكي. على كل حال اللي بدك اياه رح يصير، بس جاي الايام ورح تندمي يا بنت الناس، رح تندمي. تفضل معي شيخ. يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا الله. خاتون. نعم. يا بنتي انت موافقة على زواجك من كريم على سنة الله ورسوله؟ ايه موافقة. على خيرة الله، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. شوف كريم، أنا إلي معك تار وهالشي مفروغ منه، بس تاري معك رح أجله كرمال هالحرمة اللي صارت على زمتك. بس إذا بدرى أو بسمع إنك زعجها بهالقد، حسابي معك رح يكون عسير، وعسير كتير. هي صارت حرمتي اللي أنا تركت الدنيا كلها كرمالها، مش بحاجة لتهديد حتى أعرف كيف بدي صونه وأحميه. اللي عندي قلته وما بحب عيد كلامي بنوب. سلام. شي خليل. جمالك. أنا خايفة كثير. ما تخافي. بتعرفي؟ من أول لحظة شفتك فيها ما غبتي عن خيالي. ما عم صدق يلي عملته اليوم يا زيبا، ما عم صدقه بنوب. شو اللي ما عم تصدقه بالضبط لك خليل؟ انه غريمك كان قدام عينك وما قتلته.
لملمت قصة المستورة أبدا من طاري. بس يا زيبق، هاي المستورة كانت هربانة والعياذ بالله. هاي المستورة شعرة من شواربي وما بتغلط، وحاشا إنه تغلط. وكل شي صار صار بالحلال لخليل، وما بسمح لأخو أخته يجيب معدلة بالعاطل ولو بكلمة هالقد. والله إنك معدل وابن أصول وعداك العيب. ما عملنا غير الواجب. بس حاسس بالنار اللي جواتك، إنك تكون شاهد على كتب كتاب غريمك. ومن مين؟ من بنت الزعيم أبو العز. لأنه بنت الزعيم أبو العز كان لازم أعمل هيك لك خليل. شبه حاصله، بتوكل لي ناجي رائب البيت، ما بدي كريم يغير مطرحه بنوب. فهمت؟ اعتبره صار بإذن الله. يا رب. طول الخيل يا رجال. يلا هات الخيل. هون عقيد. الله يهون عليكم. خير عقيد؟ يا عقيد يا بطل يا بطل يا بطل. اكشفوا. والله بدي اجي اصور هون عقيد. روقي حبيبتي، ترجيكي تروقي. يا ترى شو بيكون صاير هلا عندنا بالبيت؟ اخواتي شو بيكون صاير فيهم؟ معقوله ابي يكون غضبان علي؟ بس انت ما عملتي شي غلط. انت اخترتي اللي قلبك اختاره وبس. اكيد بيكون غضبان علي. بس يا ترى رح يسامحني؟ اكيد. اكيد رح يسامحك. بس خلي اعصابه يروق شوي، بعدين انا بتصرف معه. والزيبق اللي ناوي لك الفاينه؟ لا 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 لا، الزيبق اتركيه علي، انا بهلا معه. كثير كان جاي عبالي افرح بغير هاي الطريقه. كان جاي عبالي البس الابيض وكون معك. كمان كان جاي عبالي اهلي يكونوا معي، اخواتي يفرحوا. هيدا قدرنا، والمهم انه قدرنا نكون مع بعضنا رغم كل اللي صار. هذا كمان حلو ولا لا؟ يمكن معك حق. خاتون، بوعدك بوعدك رح كون إليك ومعك على طول. انت أحلى مرة، أحلى مرة. وهذا كل اللي صار يا سيدي. نعم سيدي، أكيد سيدي، رح خبرك كل شي بيصير أول بأول. حاضر سيدي، أمرك. احترامي. أيوة، الظاهر إنه كريم أفندي حطنا بوز المدفع. هو بيعشق وبيتمعشى، أنا باكلها. Thank you.
يا أبي. اتركيني لحالي يا أبي، الله يرضى عليكِ.